بيها إلى الدكتور أحمد رفيق عوض. أهلا بك دكتور. إذن كيف ترى ما حدث من هجوم إيراني على إسرائيل، انعكاساته كيف أثر على حرب غزة برأيك؟ انعكاساته كثيرة وتداعياته حتى اللحظة لا نراها على الأقل، لأنه هذا تحتاج إلى وقت، لكن انعكاساته السريعة هو أنه المحور الذي تقوده إيران شعر بأنه هناك يعني قائد هذا المحور يستطيع ان يثق به، ان يعني وهذا هذا 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 المحور شعر بنوع من الثقه اذا بدك، او الروح المعنويه الجديده. تعزز الرد الايراني، الهجوم الايراني، بالاضافه الى فكره الحفاظ على الردع والهيبه الى اخره، ولكن ايضا تم ضرب اسرائيل، او ضرب اسرائيل بغض النظر عن النتائج الان، لكن تم الضرب هذا بموافقات غربية وإقليمية، بمعنى أن هناك اعتراف بالنفوذ الإيراني، بمعنى أنه يجب أن لا ننظر إلى المسألة باعتبارها فقط أنها كما قيل، يعني هناك أشياء كثيرة قيلت، ولكن يجب القول، يجب أن نرى الصورة شاملة. فكرة أنه هذا النفوذ موجود، ولاحظ أنه إسرائيل وإيران بتبادلوا الرسائل المنسقة، الرسائل المرتبة، الرسائل ذات التوافقات، ولكنها هذه الرسائل لاقتسام النفوذ في المنطقة. نحن أمام خطر جديد، خطر داهم علينا، على العرب أقصد، لأنه إحنا عمليا كأنه عالم فارغ، والكل الحروب الإقليمية تجري على أرضنا دون أن يكون لنا حق الاعتراف حتى. لهذا السبب هناك يعني صراع نفوذ، وأمريكا بالمناسبة تحاول، أن مش تحاول، تقوم بسياسة الاحتواء، سياسة الاحتواء هذا الصراع بما يخدم مصالحها، لأنه لا أمريكا ولا الاتحاد الأوروبي يرغب بحرب كبيرة، لأنه لأسباب مختلفة.